هنايا هاد 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 السيد الباشا خصو يعاود، كنتمنى ان من اللي كاينين عليه يوصل له حول الادوار اللي خاصها ديرها السلطه، وان السلطه كيفما كتعامل مع البسطاء في الاحياء الهامشيه تعامل مع اصحاب العقار. اسمح لي انا غادي ندخل في نقطه دول الاعمال. سي سعيد اسمح لي سي رامس، انا كنتكلم في النقطه ديال دول الاعمال. فيما يخص النقطة المدرجة في جدول الأعمال، كاين التعديل ديال الفصول القرار الجبهي. ملي كنقول تعديل يعني واحد الفصل موجود حنا كنعدلوه. هل يوجد فصل داخل القرار الجبهي اسمه الرصد على الأراضي الحضرية الغير المبنية للمشاريع السياحية الكبرى المهيكلة الكبرى؟ هل يوجد هذا الفصل؟ سي شافر أولا الأخ اللي كيمثل الجبهي، هل يوجد هذا الفصل؟ لا يوجد. بالتالي غادي نعدلو. وحنا كيفاش غادي نديرو التعديل ديال الفصل هو غير موجود. بالتالي كان القرار في نقطة الأعمال أنه إدراج فصل جديد داخل القرار الجبهي. هذا الأمر الأول، ها هو يبين على أن استحالة أننا ندوزو هذه النقطة هذه دابا، لأن ما يمكنش يدوز لأنها مخالفة للقرار الجبهي. هذا الأمر الأول.